مساء الخير عليكم يا حلوين. هنعمل النهاردة الغداء بتاعنا من البطاطس وشرايح البانيه. هنعمل منهم أسهل وصفة وأسرع وصفة. يلا بينا حبيبي بسرعة كده نبدأ ونشوف عملنا وصفتنا إزاي وإيه هي كمان الوصفة بتاعتنا. أول حاجة هنا يا حبيبي مسكنا البطاطس بتاعتنا، قطعناها مكعبات صغيرة أهو وغسلناها كويس جدا، وحطينا عليها شوية مية وملح ونرفعها على النار علشان نسلقها، ونرجع نكمل بقية المكونات بتاعتنا. ولحد البطاطس بتاعتنا ما تتسلق يا حبايبي هنمسك شرايح البانيه بتاعتنا دي نقطعها مكعبات صغيره، ودي حبايبي اهو الفراخ بتاعتنا قطعناها مكعبات صغيرة خالص اهو. يلا بينا نروح على البوتاجاز علشان نسويها. معانا هنا يا حبايبي طاسة سخنة على النار اهو، هننزل فيها بمعلقتين من الزيت ومكعب زبدة ونسيبها لحد ما تسيح. هنا يا حبايبي الزبدة ساحت اهي، هننزل ببصلة متقطعة مكعبات صغيرة ونشوحها في قلب الزيت والسمنة لحد ما توصل للون الذهبي الفاتح خالص. هنا يا حبايبي اهي البصلة بتاعتنا ابتدت تاخد اللون الذهبي الفاتح، هننزل عليها بقى بمكعبات الفراخ اللي احنا عملناها اللي احنا قطعناها، نقلبها لحد لونها ما يتغير وتدخل في السوا، هسيبها مع البصل لحد ما تبدأ تدخل في السوا. هنا يا حبايبي قطع الفراخ اول ما تبدأ تاخد مننا اللون الابيض ده لونها يغير، ننزل عليها بشوية فلفل أسمر وشوية من توابل الفراخ وشوية من الكركم والكاري، شوية زعتر، نظبط بقى الملح بتاعنا ونقلبهم بقى في قلب بعض ونسيبها تكمل سواها في قلب البصل والتوابل. الريحه يا حبايب قلبي مش قادره اوصف لكم قد ايه ان الريحه خطيره، حاجه كده جنان. جربوها وبالف هنا وشفا. هنا يا حبايب قلبي خلاص اهي الفراخ بتاعتنا استوت، هننزل عليها بقى بشويه فلفل الوان ونقلبها، نسيبها بس حوالي دقيقه او دقيقتين على النار وهنطفي عليها، مش عاوزين الفلفل يدبل عشان لون يفضل محتفظ بلونه وكمان يفضل محتفظ بقيمته الغذائيه، هو دقيقه او دقيقتين بالظبط ونطفي عليها. ادي حبايب قلبي البطاطس بتاعتنا اهي اتسلقت كويس جدا، هنزل عليها بمكعب من الزبده ونهرسها في قلب بعضها، نحط مكعب الزبده في قلبها وهي سخنه علشان يسيح جواها. هنا يا حبايبي البطاطس اتهرست كويس جدا اهي زي ما انتم شايفين، ما فيهاش اي تكتلات خالص، فكيناها كلها. ولو قابلنا اي حاجه واحنا بنقلب كده بالمعلقه بنفكها. هنتبل البطاطس بقى بتاعتنا شويه ملح، ما نكترش الملح لان احنا حاطين ملح معاها وهي بتتسلق، شوية كمون ورشة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعانا هنا شوية بقدونس مطحون هنحطهم عليها، نقلبهم بقى كله في قلب بعضه. معانا هنا بقى هي حبايبي البطاطس بتاعتنا اهي، وكمان الفراخ بتاعتنا كمان اهي اللي مستوية. يلا بينا بقى نشكلهم مع بعض.
هتجيبي اي طبق صغير عندك او اي بولة صغيرة، هنحط فيها كيس من بتوع التلاجة، نحط معلقة بطاطس ونوزعها كده من تحت ومن الجناب، نحط حتة كمان عشان نعمل لها قاعدة من تحت. بعد كده نجيب معلقة من الفراخ بتاعتنا، ونحط حتة بطاطس كده على الوش، ونلم الكيس كده اهو زي ما انتوا شايفين، نقفل بيه البطاطس بالفراخ. المنظر اللي انتوا شايفينه ده، هنجيب بقى الصينية اللي هندخلها الفرن، وزي ما احنا ماسكين الكيس كده بالراحة بنروح ايه قلبين فيه الكورة بتاعتنا. يلا بينا بقى نعمل واحدة كمان، نعمل معاكم حبيبي واحدة كمان. نجيب معلقة من البطاطس ونوزعها كده برضو بالراحة، نعمل فيها بس تجويف من النص كده علشان نعرف نحط فيها الفراخ بتاعتنا. نجيب معلقة الفراخ بتاعتنا اهي، شوية بطاطس على الوش عشان نعرف نقفل بيها، برضو نطلع الكيس من الطبق بتاعنا ونلفه بالراحة كده، نقفل بيه البطاطس على الفراخ كلها، نحطها في الصينية بقى ونخلص الخطوات كلها بنفس الطريقة. وادي حبيبه اهو خلصنا اهو كل الكور بتاعتنا بالمنظر ده، نروح بقى نعمل الصوص بتاعها اللي هنحطه على وشها. نحضر بقى يا حبايب قلبي الصوص بتاعنا، معنا هنا حلة على النار اهو، هننزل فيها بمعلقة من الزيت، مكعب من الزبدة، سيبهم بقى لحد ما يسيحوا خالص. هننزل دلوقتي بفصين من الثوم المفرومين، هنقلبهم كده في قلب السمنة والزبدة، وأول ما يبدأوا يغلوا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده ننزل بمعلقة من الدقيق، نقلبهم بقى في قلب بعض لحد ما نضيع ريحة الدقيق خالص. هنا حبيب قلبي اهو شمينا ريحة الدقيق مع ريحة التوم، هننزل بقى في المرحلة دي بمكعب مرق الدجاج، نقلبه برضو مع الدقيق، نحمصهم مع بعض شوية، وبعدين ننزل بكوباية حليب مع التقليب علشان الدقيق ما يكلكعش مننا. يا حبيبة اهو نزلنا باللبن وفكينا اي كلاكية من الدقيق بتاعنا. هنحط التوابل بقى بتاعتنا اللي هي عبارة عن الملح، شوية من الفلفل الأسمر، ورشة من جوزة الطيب. نقلبهم بقى لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. احنا عاوزين قوام البشاميل، بس مش البشاميل التقيل، البشاميل الخفيف شوية اللي هو القوام ده، شايفين؟ هندفع عليه بقى ونروح علشان نغطي الصينية بتاعتنا بالصوص بتاعنا. وادي يا حبايبي عملنا الصوص بتاعها اهو، نحطه بقى على وشها واحدة واحدة كده. نغطيها كلها علشان لما ندخلها الفرن.
بالمنظر ده. نحط بقى يا حبيبي شوية جبنة موزاريلا كده على الوش، ناخدها بقى وندخلها الفرن ونرجع لكم تاني بعد ما تطلع. وادي حبايب قلبي شكل الصينية بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، شايفين شكلها جميل ازاي؟ والريحة مش قادرة اقول لكم، ريحتها خطيرة بعد ما خدت لون معانا، شكلها شهي جدا جدا. حاجة كده اقتصادية ما خدتش معانا تكلفة كتير، مجرد شريحتين بانيه وبطاطستين عملولنا احلى واطعم صينية للغدا معانا. حاجة كده تغيير لأولادنا. لو عجبتك وصفتنا النهاردة ما تنسينيش يا حبايبي في لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.